بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، من أثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق العظيمة التي أورثها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فمنهم من أخذ بها ومنهم من فرط. وما القدوة التي جعلها الله لنا جل وعلا في رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا لنتأسى بأخلاقه وسلوكياته. الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، جاءه حبر من أحبار اليهود، زيد بن سعنة، وكان له عند النبي صلى الله عليه وسلم حق، فجاء إليه ولم يحن موعد أداء الحق وهو بين أصحابه، فأمسك بردائه وهزه هزا عنيفا وقال: يا بني هاشم، أنتم قوم مطل، أعطني حقي يا محمد. فحزن لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بغيرته الشديدة، أخذ سيفه وقال: يا رسول الله، مرني لأقطع رأس هذا الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه هذه الأخلاق السامية العظيمة، قال: مه يا عمر، لا تفعل، مره يا عمر بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، رغم أن موعد الأداء لم يحن. فالتفت إليه زيد وقال: يا رسول الله، يا محمد، لقد قرأت صفاتك كلها، قرأت صفاتك كلها واطلعت عليها، ولم يبق إلا صفة واحدة أردت أن أكتشفها بنفسي، وهي أنك حليم عند الغضب، وأن شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلما، وبذلك إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه الأخلاق العظيمة أيها الإخوة هي التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي أن يتحلوا بها وأن يتمثلوا بها سلوكا في حياتهم. شاب تربى في بيته تربية إسلامية صحيحة، وزوجه والده، ثم بعد ذلك جاءه أطفال، ورأى في نفسه أنه أصبح عالة على بيت الأسرة الكبير، فاستأذن من والده أن يخرج هو وزوجته وأولاده، فقال له: دونك ذلك. فبدأ ذهب الرجل يبحث عن بيت يأوي إليه يستأجره لكي يعيش فيه، بحث كثيرا فلم يجد، ثم ساقته أقدامه إلى مكتب للعقارات. دخل إلى المكتب وإذ به يفاجأ بأن صاحب المكتب صديق قديم له، لكنه على غير ديانته، كان نصرانيا. فسلم عليه بحرارة وشكى له ما هو به، وقال له: أنا منذ 15 يوما وأنا أبحث عن بيت فلم أجد، فإذا كان لديك بيت فيعني تكون بذلك قد خدمتني ولم تضيع رفقة الطفولة، رفقة الشباب التي كنا معية فيها في مدارسنا. قال: يا هذا، والله لا أكذب عليك، عندي بيت، لكن هذا البيت أريد بيعه ولا أريد إيجاره، فإذا كنت تريد أن تستأجره فلا بأس، لكن أخاف إن استأجرته أن لا تخرج منه. فقال: لا، نحن ما تعودنا على ذلك، نحن تربينا على الوفاء بالعهد، تربينا على قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
تربينا على قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأنت تعلم بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أن من علامات النفاق المنافق إذا وعد أخلف. فأنا أعدك عندما يحين أو عندما يأتيك زبون ليشتري هذا البيت فأنا تعطيني مهلة أسبوعا كاملا فقط وأخرج لك من البيت. وقال له وعد شرف؟ قال له وعد شرف، وعد دين هذا وليس وعد شرف. قال له كأني لا أصدق لكن سأجرب. وأعطاه البيت وكان قبوا تحت بناية، فسأله كم ثمن هذا البيت؟ قال له والله هذا البيت الآن يعني يقدر بحوالي 200,000 لرسول أيام زمان يعني. قال له بس إن إجا يعني نصيبه بدي أبيعه. قال له خلاص بيعه ما في مشكلة. فذهب الرجل واستأجر البيت وكان يدفع في كل شهر إيجاره دون تأخير ودون مماطلة، هكذا سنة كاملة. بعد سنة ارتفعت الإيجارات وارتفعت أسعار العقارات، وجاء زبون ليشتري البيت، فاتفق هو وصاحب البيت على ثمن البيت ب500,000 ليرة سورية بعد أن كان ثمنه 200,000 ليرة سورية. فاتفقا على ذلك وأعلن لي المستأجر، قال له الآن أريد البيت. قال له حاضر. ذهب هذا المسكين يبحث عن بيت يبحث عن بيت أسبوعا كاملا فلم يجد. آخر الأمر وفاء بعهده وفاء بذمته ولكي يكون وفيا بأخلاقه الإسلامية التي تربى عليها، ذهب وباع أغراض بيته لأصحاب الأثاث المستعمل، ثم استأجر غرفة في فندق وأعطى مفاتيح البيت لجيرانه وقال لهم القصة. وعندما جاء صاحب البيت وأخبر صاحب البيت بأن المفاتيح عند الجيران، جاء صاحب البيت ليستلم المفاتيح، فقال له جاره الجار أسألك بالله كم أخذت فروغا من هذا الرجل؟ كم أخذ منك فروغا لبيته؟ قال والله ما أخذ شيء. قال ما معقول هذا كذب؟ قال ولما؟ قال لأنه ترك البيت وذهب واستأجر فيه غرفة في الفندق وباع أغراضه لأصحاب الأثاث المستعمل. قال هكذا فعل؟ قال نعم. قال دلني على المكان فدله. ذهب إليه ذلك الصديق النصراني وقال له لما فعلت ذلك؟ قال والله أنا وفاء بعهدي لك حتى لا أنقض العهد. فقال طيب خيرا إن شاء الله. في اليوم الثاني كتب العقد عقد البيع لهذا الرجل واستدعاه، قال أريد أن تسد بعض النواقص في البيت. جاء إلى البيت فوجده مليئا بالحاجات ووجد العقد أمامه على الثمن الذي اتفق عليه يوم أن استأجر ب200,000، وقال له كل ما أخذته منك أجرا مخصوم من ثمن البيت والبيت ملكك، تعال وقع على العقد. فقال لي ما فعلت ذلك؟ قال لأمانتك ولوفائك بالعهد، وإذا كان في أمة محمد أمثالك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذه الأخلاق أيها الإخوة يجب أن نتحلى ونتخلق. فاللهم يا رب نسألك في هذا الشهر المبارك أن توفقنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تخلقنا بأخلاقه، وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأبناءنا من النار، واجعل شهرنا هذا شهرا مباركا، واجعلنا فيه من المقبولين، أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.